واللي شارك مع منتخب الكويت في بطولة كأس العالم والمحلل الفني. معنا عشان نتكلم معاه أكثر على بطولة كأس العالم. كابتن سعد، برحب بحضرتك على قناة الأهلي. يا أهلا، مرحبا، مساء الخير في عمر، يعطيك العافية. مرحبا طبعا، تحياتنا لحضرتك ولأشقائنا الكويتة، ووجود حضرتك مهم معنا قبل نهائي المونديال ما بين فرنسا وكرواتيا. في البداية طبعا عايز أعرف رأي حضرتك في المونديال بشكل عام. والله مونديال جدا رائع، من ناحية تنظيمية، من ناحية البهجة، من ناحية الإثارة، من ناحية حتى أن احنا شفنا الفرق الكبيرة تخرج بسرعة، لأن الكرة حاليا تعتمد على اللعب الجماعي، ما تعتمد على اللعب الفردي. أعتقد برز فيها مدربين صغار أصبحوا نجوم كبار في هذه البطولة، وصلوا إلى النهائي، قدروا أن يحققون لمنتخباتهم سمعة طيبة. أنا أعتقد الجماهير هي نقول إحنا الرونق لهذه البطولة بما متابعتها لفرقها. شاهدنا كذلك الرؤساء يأتون، وأعتقد هذا شعور وطني جميل كبير، أنك تشاهد كل هذه الأمة تتابع وتكون كرة القدم هي سيدة الأمور في التاريخ هذا. طيب عايز أعرف حضرتك رأيك في التجربة العربية اللي كان موجود فيها منتخب مصر وتونس والمغرب، ممكن تكون دي الأسوأ في تاريخ مشاركات المنتخب العربية وطبعا والسعودية، يعني شايف حضرتك إيه؟ هل بقى قلة خبرة ولا سوء توفيق، ولا كان المنتخبات العربية تواجه فرق أقوى؟ أنا أعتقد هي إحنا كنا فرحانين كثير، يعني لما وصلت ثلاث فرق عربية أو أربع فرق عربية لهذا المونديال، ووقعوا فريقين في مجموعة واحدة، من سوء حظهم أن منتخب مصر مع منتخب المملكة العربية السعودية في هذه المجموعة الأولى مع منتخب روسيا. لكن يبقى أنا باعتقادي إذا كان هناك إعداد سليم وإعداد على مستوى عالي ومراعاة للاعبين وظروفهم واختيار المدربين اللي يعرفون شنو معنى كأس العالم. كأس العالم مو مجرد أنك توصله، كأس العالم شلون أنت راح تقدم فيه. كأس العالم يكون عندك مدرب قدر أنه يحقق الوصول لكأس العالم ويعرف شنو الفرق أو المنتخبات اللي في كأس العالم، من ناحية التنظيم، من ناحية اللياقة، من ناحية الروح، من ناحية أمور كثيرة، التكتيك في الملعب، اختيار اللاعبين لواجباتهم داخل الملعب، اختيار اللاعبين، الاحتياط، تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى من الأداء الفني، ونقول إحنا أمور كثيرة، يعني مو بس أنك تشارك. إحنا فعلا كانوا منتخبات يعني المغرب ويا تونس المملكة فرق كبيرة، فرق لها اسمها، فرق لها عراقتها، لها تاريخها، لكن للأمانة أنا باعتقادي ما أبي أقول قلة خبرة، أقول قلة إعداد مثل ما ذكرت لهذا المونديال. طيب يعني بكرة مباراة قوية جدا ما بين منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا، شايف حضرتك هل دول الفريقين اللي فعلا استحقوا الوصول للمباراة النهائية؟ ورأي حضرتك الفني في المباراة، على الورق كله بيتكلم ان فرنسا افضل، لكن هل وارد ان احنا بكرة نشوف مفاجأة وان كرواتيا تفوز على المنتخب الفرنسي؟ كرواتيا وصلت بكل جدارة، والمنتخب الفرنسي باعتقادي يمتلك لاعبين صغار ومهاريين وبنفس الوقت عندهم سرعة عالية. انا اتصور الفريق الكرواتي اللي حقق النتيجة الكاملة في مجموعته ولم يهزم ولعب يعني تقريبا ثلاث أشواط إضافي، يعني 30 بثلاث 60 بتسعين، يعني مباراة كاملة، أنا أعتقد هذا الفريق يستحق الوصول للنهائي. لكن إحنا نعرف كلاعبين أن المباراة النهائية لها ظروفها تختلف عن أمور كثيرة، لكن ما نتمنى أن نشاهد مباراة عالية المستوى. لكن يبقى الفريق الكرواتي فريق عنده الرغبة وعنده الروح وعنده الأداء وعنده تحقيق الفوز بالنسبة لأول مرة يوصل. المنتخب الفرنسي يمتلك لاعبين ويمتلك مدرب عنده طموح إنه يريد يحقق هو البطولة وحققها كلاعب، وإنه يكون ثالث لاعب بالعالم بعد ماريو زاغالو وكذلك كريستيان باور حققها كمدرب. لكن تبقى ظروف النهائيات مختلفة، لكن الفريقان أو المنتخبين يستحقون الوصول طالما تغلبوا على الارجنتين كفرنسا، وكذلك كرواتيا تغلبت على البلد المضيف وتغلبت كذلك على انجلترا. انا اعتقد انهم يستحقون، وبنشاهد ان شاء الله من راح يفوز يوم غد ان شاء الله. راي حضرتك في المنتخب البلجيكي بعد ما حقق فوزه على المنتخب الانجليزي وقدر انه يحصد الميداليه البرونزيه في اكبر انجاز للكره البلجيكيه، هل حضرتك شايف ان المنتخب البلجيكي قادر على يعني ترشيحه بشكل دائم في البطولات الأوروبية والعالمية؟
هو طبعا اذا استمرت الكره البلجيكيه باعطانا بمثل هؤلاء ومستوى هؤلاء اللاعبين، انا اعتقد راح يكون لهم شان كبير، لان اثبتت فعلا الكره البلجيكيه بالجماعيه بالاداء بالحنكه اليوم لعبوا مباراه كبيره كبيره كبيره، رغم ان المركز الثالث كان يقول البعض انه مو مهم، انا اعتقد كان مهم جدا لهم لاستمراريتهم في تحقيق الانجازات، لكن اذا استمرت الكره البلجيكيه باعطائنا مثل هؤلاء اللاعبين هازارد دوكاكو دي بروين، اعتقد لاعبين يمتازون، ذكروني بمنتخب هولندا 74 و78 اللاعبين الكبار على امثال يوهان كرويف، لكن تبقى كره القدم هي عطاء استمراريه، بلجيكا بتصوري يبقى من افضل اربع فرق، اذا لم اقول هي ثالث فريق، لكن كنت اتمنى انا اني اشاهدها في المباراه النهائيه. كابتن سعد الحوتي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناة الأهلي، نجم الكرة الكويتية وأحد اللعيبة.